لكن المسجد ده تعرض لأزمات كتير جدا، يعني اتحرق مرتين أو ثلاثة، وتعرض لكذا زلزال أثروا فيه سنين طويلة. لكن زي ما قلت لكم دايما، في ناس بتبقى تيجي كده تروح مدياله زقة. حاجات كتير جدا حصلت في التاريخ كده، تبتدي تنهار تقوم ناس تديها زقة. يعني في التاريخ بيقولوا انه معالم المسجد في فترة من فترات يعني ما بقتش باينة خالص. ليه بقى؟ لان الفاطميين لما جم عملوا القاهرة، واخد بالك؟ لكن ربنا وفر ناس تجدد تطور لغاية ما كانش فيه اولا الصحن الكبير ده، ما كانش موجود. صلاح الدين ايوبي عمل فيه شغل كويس قوي. وغيره لغاية الرئيس مبارك نفسه برضو أمر بتجديد وتطوير مسجد بعد زلزال 1992، ولم يخلو الأمر من شوية خرافات بقى. لازم، لأنه عمرو بن العاص لما جه عمل المسجد ده كان فيه بير مية، كانت الناس بتاخد منه تتوضى. بعد شوية بير يعني جاب في شوية بقى فيه شوية ناس صغيرين جدا، فالناس تقولت لك اللي يشرب من المايه دي الست اللي عايزه تخلف تيجي هنا تشرب من المايه دي. ادي اول تخريف. بعد شويه سنين عدت راحوا قافلين البير والمايه جفت وخلصنا من القصه دي. حاجه تانيه، كان عمرو بن العاص في عمودين جوه قريبين بعض كده، فكان هو يقعد هو قاضي يحكم بين الناس في المشاكل اللي حاصله بينهم، الخلافات. فكان يقول لك اللي يعدي من بين البتوعتين دول يبقى مش كذاب بين العمودين. ده بيقولوا كده خرافات كلها. كان تخين هيعدي لو هو صادق، كان رفيع وهو كذاب مش هيعدي. الروايات بتقول كده. كمان رواية تالتة عن شوية خرافات اللي الناس بتعيش معاها كتير، يعني زي ما يكون الناس في بعض الأحيان محتاجة إلى قوة مادية، يعني هي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى جدا، لكن محتاجة حاجة تمسكها، يعني محتاجة حاجة. فمثلا يقول لك كان في عمود جوه عليه خط كده، فقال لك أصل العمود ده كان في المدينة وبعدين عايزين يشيلوه يجيبوه في المسجد، فالعمود مرضيش زرجي. فبالدرة، تعرفين كان سيدنا عمر بن الخطاب معاه درة كده، راح ضربه قال له اتحرك، راحت معلمة في العمود، راحت الدرة دي علمت في العمود، وراح العمود طبعا اتخدم سيدنا عمر. طبعا دي يعني كلام سيبك منه، لكن ادينا داخلين على رمضان والحكايه اتحكت وقعدت الناس مصدقينها فترات طويله، لدرجه ان هم مش جلدوا يعني عملوا سور حديد على العمود عشان الناس بتتبارك فيه، بقى العيان يقول لك انا هشفي من الحته دي. يعني الناس بتبقى دايما محتاجه الى يعني حاجات زي ما قلت لحضرتك.